نعم مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا لزميلنا محمد الخفاجي اللي يعني وافدنا بهذا التقرير عن التطور الحاصل بمجال الطاقة البديلة ويعني الاستبدال بموضوع المحروقات والطاقة اللي للأسف قد تعود على بيئتنا بالسلب بهذا الموضوع. ومع مجال التطور الحاصل في البلدان طبعا والتغيرات الجوهرية اللي طرأت على الحياة المعاصرة وحلول عصر العولمة لنعيش تفاصيله وتطوراته يوما بعد يوم، طبعا أصبحنا اليوم كعالم مجمل نقدر نشبهه بمجتمع واحد وأفراد نتقاسم في هذا العالم، حيث يوميا تواجهنا مخاطر ذاتها وشارك طبعا يعني أكو شعوب تشارك في مختلف السمات والثقافات على رغم من تنوع ثقافاتها، تنوع مبادئها، تنوع الهويات وكذلك التجارب. اليوم في حديثنا سنتناول موضوع التنوع الثقافي والاحترام المتبادل المفروض بين الثقافات، وأكيد حيكون ضيفنا معنا في الاستوديو الأستاذ طالب حسين، ماجستير في علم الاجتماع وكذلك مرشد تربوي. حياك الله أستاذ طالب ويانا اليوم، شرفتنا في صباح كربلاء. وكيف يمكن بالبداية تعرف لنا ما هو التنوع الثقافي من وجهة نظرك؟ أولا نشكر قناة كربلاء لإتاحة الفرصة لمناقشة هكذا موضوعات تخص المجتمع العراقي، فأهلا وسهلا. الله يسلمك. كيف ممكن توصف لنا موضوع التنوع يعني الثقافي، كيف ما هو تعريفه ويعني ما هي وجهة نظرك بهذا الموضوع؟ بالنسبة للتنوع الثقافي، التنوع الثقافي هي صفة من صفات الخصائص البشرية منذ القدم وليس حديث الساعة، فيشمل التنوع الثقافي تباين في العمر والنوع والحالة الاجتماعية، كذلك يشمل الثقافة في المعتقد السياسي والمعتقد الثقافي. ونجد التنوع الثقافي أحيانا يكون منذ الولادة أو منذ الفطرة اللي هو العمر والنوع والحالة الاجتماعية، وقسم لا نجد بأنه مكتسب كالمعتقد السياسي والثقافي. أهمية هذا التنوع اللي موجود بمجتمعاتنا حضرتك اللي ذكرتها، أهمية احترام هذا التنوع، لأنه أكو ناس مثل ما نعرف دخلوا بمشاكل أنه أنت تابع لفلان وأنت تابع لفلان وسببوا فد مشكلة بالمجتمعات بشكل عام، فأهمية احترام هذا التنوع بالمجتمع. قبل الخوض في هذا الموضوع علينا أن نعرف أو نفهم شنو هو التنوع. التنوع هو نوع أو اختلاف بين البشر، وهذا شيء طبيعي. فهذا الاختلاف حتى بين الأفراد وليس بين المجتمع أو بين الجماعات. كذلك الثقافة إذا أريد نعرفها بأنه الثقافة هي الخصائص المشتركة أو النشاط الإنساني اللي هو سواء كان مكتسب أو سواء كان منذ الولادة أو الفطرة. وقد عرف الثقافة تايلر العالم الإنجليزي بأنه الكل المركب اللي قال يشمل الفن والمعتقد السياسي واللغة والأخلاق وطرق العيش. وحتى في الإسلام والقرآن الكريم كان يؤكد على هذا التنوع، لأنه التنوع طبيعي منذ خلق آدم، وقال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إذن أكو هنا تنوع، وهذا التنوع مبني عليه من لتعارفوا، يعني شنو ليعرف بعضكم بعضا، وهنا التسامح والعمل المشترك والتكامل. أنا يعني أؤكد على هذه النقطة، لأنه كثير من المشاكل دخلوا بمشكلة التنوع والأبعاد وهذه الأمور، فأهمية الاحترام المتبادل ما بين الثقافات. الاحترام المتبادل بين الثقافات يؤدي إلى السلم الأهلي أو السلم المجتمعي. لأنه يبنى على التعاون، يبنى على الصدق، يبنى على التسامح، يبنى على نكران الذات. هذا كلها ساعد شنو على 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 السلم الأهلي أو المجتمعي، لأنه المجتمع يحتاج، المجتمع طبيعي بتنوعات، هذه التنوعات كثيرة سواء كانت الطائفة أو المذهب أو الدين أو القومية. كذلك المجتمع العراقي فيه كثير من التنوعات،
كالكرد والعرب والمسلمين والمسيح والصابئة، إضافة إلى الطوائف الأخرى الموجودة اللي هي محترمة داخل المجتمع العراقي ومحببة من الكل. صحيح. فالتعاون بينها هو يؤدي إلى السلام، يؤدي إلى المحبة، يؤدي إلى الطمأنينة، يؤدي إلى بناء مجتمع سليم جيد، يؤدي إلى نمط إيجابي بالمجتمع. طيب أستاذ طالب، اليوم مثلا احنا مو بس تنوع بالطوائف والديانات والمعتقدات، كذلك عندنا تنوع مناطقي، تنوع جغرافي، مثل ما نقول اليوم مثلا واحد مثلا من خارج كربلاء يريد يعيش بكربلاء، يقول انا صعب اعيش بكربلاء، اكو مرات تواجهني بعض الثقافات بعض التقاليد ما اقدر اعيشها، شنو الامور اللي يقدر يعالج هذا الموضوع؟ او حتى يعني مثلا واحد اللي يسافر برا، هناك اكو مشاكل يعني من ناحيه التنوع، التنوع يعني مثلا صعوبه التكيف، شلون نعالج التكيف؟ يراد له شنو؟ اكو تواصل بين 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 شخص واخر، يعني انت من يجيك واحد مثلا واللي صارت في كربلاء اكو صار تعاون وصار الحاجز انزال، خاصة النازحين إلى أعجاب كربلاء مثلا تركمان كرد عرب، فكان الكربلائيين فتحوا أبوابهم لهم، فتحوا الجوامع، فتحوا الحسينيات، زين ساعدوهم، قللوا من صعوبة التكيف معهم، إضافة ماكو تمييز أو تعصب بهذا الشيء، بالعكس كان التسامح موجود والتعاون موجود والمحبة موجودة. لا إذا واحد سافر برا وثقافته او الثقافه الموجوده بذلك الشعب او بذاك المكان بعيدة تختلف عن التقاليد، كيف يمكن يتجاوزها؟ هل اكو تحديات يعكس الوضعيه يعني يتجاوزها من خلال فتره زمنيه، لانه التكيف مو بسهوله يجي. انت هسه طالب اذا ينتقل من مدرسه الى مدرسه يحس بحاله نفسيه صعبه، صحيح، يراد له فد اسبوع اسبوعين ثلاثه والى ان تقل هذا، اضافه الى العلاقات الموجوده، اذا كان من هذا الشخص صعوبه التكيف، بس اذا كان غير منعزل مثلا زين متسامح، مو هي الطرفين، هي صح، اكو واحد مثلا ينعزل عن المجتمع واكو واحد لا ما ينعزل عن المجتمع، دائما اجتماعي. فاحنا حتى على مستوى الافراد نشوف الشخص هذا اجتماعي وهذا منعزل، صح، حتى في مجال العمل، في مجال الحقل، في المصنع، في الدراسه، باي مكان نشوف المزاجيات مختلفه والتنوع مختلف حتى داخل الافراد. هذا من الطرفين، يعني الفرد هو لازم يبني نفسه ويعمل ويكون اجتماعي ويسأل ويعيش الأجواء، والمجتمع أيضا يقابله بالمحبة. إضافة إلى ذلك نشوف يعني حتى المجتمعات اللي خرجوا لدول غربية أو دول شرقية يشوف يواجه صعوبة اللغة، صح، فيبقى هذا سنة أو سنتين أو كذا إلى أن، لأنه تعلم اللغة هو تعلم الفن، تعلم الأدب، صح، تعلم حضارة ذلك البلد. طيب الخطوات العملية اللي يمكن أن تتخذها المجتمعات بشكل عام لتبادل يعني تعزيز الاحترام بين الثقافات أو تبادل الثقافات بين الشعوب، كيف هاي يعني كيف توجز لنا موضوع هذه الخطوات العملية يمكن التقارب أو تبادل الثقافات بين الشعوب؟ هنا أولا لا يكون إقصاء، لأن من يصير إقصاء هنا صار أكو فتح حد معين لهذا التنوع، أو أن لا يكون تهميش، أو لا يكون إلغاء للآخر، لأن ذني الثلاثة راح يؤدن إلى التشرذم والقطيعة بين شخص وآخر. فأنت شنو هنا؟ الإعلام يلعب دور، المؤسسة الدينية تلعب دورها، المدرسة تلعب دورها، الأسرة تلعب دورها، هنا شنو يكون برنامج متكامل، برنامج عمل متكامل في سبيل التوجه إلى هدف واحد، هو شنو؟ السلام والتعاون والمحبة بين هاي الأفراد. جيد، حضرتك ذكرت المدارس والإعلام، يعني كيفية تطبيق هذا الشيء عمليا، أو هل هو موجود ببعض الدول؟ على سبيل المثال من صارت هزمة، صارت الهجمة الداعشية، نعم، أو الإرهاب، اللي فكان أول عمل أو أول أسلوب استخدموه هو الإعلام لتخويف الناس، صح، لإرباك الناس، لتهجير الناس، فكانت يعني مناطق دخل لها داعش وإذا الناس كلها، ليش؟ لأنه الإعلام لعب دور هنا، صح، الإعلام الإجرامي يعتبر هذا الإعلام اللي يروج لهذه الجرائم
للقتل للتنكيل فكده تنعكس بموضوع تبادل الثقافات نعم وكذا. نعم لذلك يعني كان تهميش أو كان قتل على الهوية أو كان تمثيل وكان حرق وكان أساليب يعني أساليب ما أنزل الله بها من سلطان. أحسنتم أعمال إجرامية. الأستاذ طالب حسين علي ماجستير علم الاجتماع والمرشد التربوي شكرا لك ولحضورك ولكل هذه التفاصيل وإن شاء الله سادة المشاهدين يتعلمون من النقاط اللي ذكرناها وأيضا احنا بالمجتمع لازم نقدر الاخرين ونحترم الاخرين حسب توجهاتهم انواعهم افكارهم. شكرا لك ولحضورك. احبتنا المشاهدين مستمر وياكم وصباح كربلاء وصباح جديد. نروح لوقفه بسيطه ونرجع لكم ان شاء الله.